السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ها، مستنيين الاسماك ومستنيين الحاجات الجميله دي. يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم. وانا دلوقتي في المحل التاني، المحل الصيني، عشان اكمل لكم الجزء الجديد من المحل الصيني ده. هوت اللي يا رب يكونوا استفدتوا منه وعجبتكم الاسعار، لاي حد في كندا يستفاد منه. انا دلوقتي في المحل التاني اهو، وفي نفس الجزء بتاع الاسماك اللي وقفنا فيه عن المره اللي فاتت. وهنا بص الحبار والحاجات اهو، شايفين؟ بص السمك، بس الحاجات صبحه وجميله. بص السمك اللي هناك ده اللي بيمشي ده، كل حاجه بالاسعار، وبينظف وبيعمل كل حاجه. بص اللي مفتوحه والاكل اللي جواها ده جميله. يا رب يعجبكم فيديوهاتنا، ويلا نكمل مع بعض وتعجبكم الحاجة وتشيروا الفيديو. ويلا بينا، ها نشوف بقى. ندخل برضه في جزء الفاكهة، وده اسمه فجد ولا ليفت. ليفت، بصوا الحاجات، حتى العصاية مختلفة. بصوا اشكال العصاية، كاشير هنا، وفي جزء هنا كمان في حلل واطباق وحاجات. الحلة ب$40، معرفش. في رز وفي سكر، في كل حاجة، في العيش. استنى اوريكم جزء بره بقى. بص حاجات برضك المطبخ كلها دي ب$5. لا الحاجات دي تجيبوها من والمارت، والحاجات ده هيت احسن. حاجات المطبخ والحاجات دي تجيبوها من والمارت، من اسمها ايه دي، من دولاراما، من الحاجات دي. بص الجزء اللي بره بقى بيبقى حاجاته ارخص بكتير كمان. بص الجزء قبل ما تدخل المحل، انا في الشارع اهو، الشارع كله محلات صيني، وهتلاقوا كذا محل زي ده كده اهو. انا بره اهو، بص هنا بقى اللي بره حاجاته ارخص شويه. دي الواحده بدولار بس. هنا الاسبرجوس لقيت برضه بدولار، دي ب$2. هنا ب79 ال بي كوسه، دي الكوسه بقى بتاعتهم هم. هتلاقوا بره حاجات ارخص شويه. دي برضه اللي اسمها القلقاس، بس شكلها غريب، شايفين برضك الحاجات هنا. ده كده المدخل بتاع المحل اهو. ده الفلفل الملون اللي بيه نص كيلو ب60 سنت. الرمان ب2 ب3. البلو بيري العلبتين ب$2. ال2 ب3. الكيوي ده، الكيس اليوستفندي ده، كيس ب$2. الخوخ، بص الخوخخاية قد ايه، الخوخخاية، شايفين الخوخخاية قد ايه؟ النص كيلو ب$3. العنب، بص كيس العنب، بص العنباية قد ايه؟ ب$4. أناناس، عنب نوع تاني، ده بيسموه البخارة ولا البرقوق، ب$3. ده بيسموه ايه، باشن فروت، مش فاكره اسمه ايه بصراحه. ده ب$4. انواع فاكهه بقى صيني شويه. لا هنا مثلا ده الصندوق ده فيه حاجات بايظه شويه ب$3. مانجا، بعمله معصير ولا حاجه، يستفندي مانجا تاني. بس انا كده طلعت من المحل ورايحه المحل التاني. فبص برضو كده الشارع نفسه، شايفين؟ لو في فرصة تانية ان شاء الله انزل واصور لكم في المحلات التانية دي، بس انا حابة اركز المرة دي. بصوا اي حد عاوز سفونير من بتاع دهوت من كندا يجي في المحلات دي، في الشارع الصيني ده، تشاينا تاون، اسمه تشاينا تاون هنا في تورونتو. بس خلينا احنا بس نركز على المحلات بتاعة الاكل النهاردة، وممكن ما تانية ان شاء الله لو اتيحت ليا الفرصة ان انا اجي
بصور لكم فيها تاني المحلات بتاعت السفونية ده. هي هنا المحل التاني بتاع الاكل برضو اهو، بصوا من بره برضو في حاجات غريبة انا مش عارفاها، مكتوب اسمها بالانجليزي اهي اوزبيبل. اعذروني اعذروني، الاسامي موجودة اهي والاسعار اهي. وقفوا الفيديو واقروا، انا لسه شايفة ده هوت في فيديو في تنزانيا، كريم السيد لو تعرفوه، جاك فروت ده كان بيقول طعمه جميلة جدا، قريب من طعم الموز، فبيقول طعمه حلو الفاكهة ده هي لو حد متابعه. دي برضك مانجا التلاتة بدولار. ده المحل اهو من جوه، لسه هدخلكوا جوه اهو. ده الكاكا، معرفش انتوا بتسموه عندكوا ايه اهو، تلاتة باتنين دولار. تفاح قصدي تفاح انواع مختلفة بدولار. الخيار الكبير بتاعهم انا بستخدمه في السلطة، العيال ما بيحبوش ياكلوه كده، بستخدمه في السلطة. دول 10 بدولار الليمون الاخضر. بطاطا اللي بيحب البطاطا، بس دي بطاطا صغنطوطة خالص، النص كيلو بدولار وسبعين سنت. ده الكرافس نص كيلو برضك بدولار وثلاثين سنت. خلينا ندخل جوه شوية. ده الكرومب برضه 69. الدنيا زحمة هنا. بصوا دي التلات وحدات بس بدولار، عشان كده بقول لكم الكيس اللي على بعضه أحسن. بصوا ده كيس جزر، ده ستايله مختلف بقى. ده الكستناء ده هو بثلاثة دولار الكيس ده. البصل الأخضر هتلاقي ممكن الأسعار مختلفة، أنا مش مركزة كانت الأسعار ايه هناك. بص ده بصل الأخضر، بس بص ده كبير ازاي، الدنيا زحمة وأنا قاعدة بصور. دي برضك نوع بصل أخضر بس صيني، شايفين واحدة كبيرة دي. ده أنواع الكتر كلها، دي أعشاب عطرية تهيألي. ده فريشمنت ازاي، ده نعناع ازاي. الشطة، شطة حمراء. وأدوات المطبخ هنا، بص أدوات المطبخ بقى كلها مقطعة ازاي. طماطم، طماطم دلوقتي بقت غالية، بكام هنا؟ كده إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. الفيديو طويل شوية، هقسمه على نصين ان شاء الله. بصوا اهو ده اسمه، ده اسم المحل، وده الشارع. واشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا سامعيني. مع السلامة، تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، باي.